شذر من السنة فنان قدير وله وزنة في فترة ما من الزمن. الفترة هذه كانت نقدر نقول من منتصف أو بعد منتصف السبعينات، بعد 77 تقريبا إلى نهاية الثمانينات، اللي هي العمر القصير اللي نقول عليها لأي بطل سينمائي 10 سنين أو 11 سنة. هذه هي فترة نبض الفنان شذر من السنة في السينما. كونه هو دخل في السياسة، خرب على نفسه في المجال الفني، ترك الفن لفترة طويلة ورجع للفن في وقت ما كانوا محتاجينه. فهذا هذا يعني تاريخ أليم صراحة حق هذا الفنان، لأن هذا الفنان يمتلك بحة جميلة في صوته، طريق حواراته حلوة وأسلوبه في إلقاء الحوارات جميل جدا. شذر من السنة عنده كانت مشكلة واحدة، ألا وهي قصة الغرام والحب اللي كان هو ماشي مع رينا راي فيها، كانوا يحبون بعض. أنا ما أحب أتكلم طبعا عن الحب، لكن أنا راح أقول لك في حالات مثل هذه إذا واحد يسوي غراميات ولا شيء شو راح يحصل. شذر من السنة واحد من الناس اللي خسر الكثير بسبة محبته للفنانة رينا راي، بحيث أنه كان يصور فيلم ما كان يتأخر في تصوير الفيلم، كان ما يحضر من وقت، وكان يأجل التصوير كذا مرة، وإذا كان الفيلم يمثله مع رينا راي تصير مشكلة أكثر وأكثر، لدرجة أنه في مخرجين كبار أمثال سوباش غاي اللي بدأ مسيرته سوباش غاي مع شذر من السنة في فيلم كالي تشيرن، وأي نعم كالي تشيرن فيلم ناجح صراحة. هذا الفيلم تعب فيه وايد سوباش غاي، قال أنا راح أتحمل شذر من السنة عشان شذر من السنة يعتبر نجم وأنا توني جديد في الساحة الفنية فبتحمل. فهو تحمله والفيلم نجح. من عقب ما نجح الفيلم نسى شذر من السنة واتجه إلى ممثلين آخرين سوباش غاي. لو سوباش غاي استمر مع شذر من السنة كان شذر من السنة وين راح يوصل؟ وشذر من السنة لو كان زين مع سوباش غاي وكان يحضر من وقت كان وين راح يوصل؟ حتى اللي درسنا أميتا بتشن اللي هو الأسطورة صديق شذر من السنة كذا مرة تكلم عن شذر من السنة، قال شذر من السنة هو الممثل الوحيد اللي كان يتعبني أثناء التصوير معه. ليش؟ إنه كان ما يحضر في التصوير من وقت وكان يتعبني وايد أثناء التصوير، وكنت لدرجة إنه هو صديقي نعم بس كنت أفضل إني أنا ما أمثل معه. إذا كان في فيلم أحاول أقول حق المخرج غيروا لي يبوا لي واحد ثاني بدل شذر من السنة. وصارت معه في نسيب، صارت معه في فيلم كالاباتر. كالاباتر كان اشتراك جميل ما بين شذر من السنة وأميتا بتشن، لدرجة إنه كان شذر من السنة راح يأكل الجو، لكن أميتا بتشن بطريقة ما قدر يقنع المخرج الشوبرا. وأيضا كانت في حركة في الفيلم معروف هاي القصة يمكن أكثر ناس تعرفها، في لقطة في الفيلم يم يضاربون أميتا بتشن وشذر من السنة مع بعض في لقطة. هذه اللقطة أميتا بتشن ضرب شذر من السنة من خاطرة، ضربها من خاطرة لسبب واحد، ألا وهو أنه كان متضايق من شذر من السنة، متضايق أن شذر من السنة قاعد يمثل في الفيلم وقاعد يعني يحصل انتباه أكثر، فيا تغيير نوعا ما، لأنهم أصدقاء مع بعض عايشين في غرفة واحدة ويطلعون مع بعض يمشون مع بعض يأكلون مع بعضها، آخر شيء افترقوا وصارت بينهم مشاكل طبعا. فهذه الأمور يعني شذر من السنة يعني حصلت له كثير، وعلاقته جميلة جدا مع الأسطورة ونجم نجوم السينما الهندية درمندر، مثل معاه يمكن 15 فيلم شذر من السنة، وأكثر الأفلام كانت أفلام جيدة. في 87 عنده فيلمين حلوين مع درمندر أو ثلاثة أفلام، فيلم سوبر هيت اللي هو أغ هي أغ، وفيلمين هيت اللي هو لوها وإنسانية كدشمن، وعنده تقريبا وايد أفلام مع درمندر، قلنا 14 فيلم، عنده وايد أفلام مع متهن، مع جوفيندا أيضا كان عنده كذا فيلم. فشذر من السنة عنده بس الإشكالية الوحيدة أنه هو ما عمر وما كمل وايد في السينما واتجه للسياسة. هذه أنا هي طبعا حرية شخصية، وأكيد هو فلح في السياسة عشان كذا قاعد فيها فترة طويلة. من عقب يوم رجع للأفلام ما كان مطلوب، رجع في فيلم اسمه آن لو تذكرونه مع أكشي كومار وسنيل شيتي، كان حلو يا أخي، شفنا نحن شفنا سنة في هذا الفيلم استانسنا، نحن استانسنا وذكرنا طفولتنا، لكن للأسف يعني من بعدها ما حد أخذها، واللي أخذها رام جوبال ورما في فيلم واحد مع فيفيكا أوبراي، هو اللي يتكلم عن سيرة ذاتية عن واحد من رؤساء السياسة في الهند كان يمثل شذر من السنة، وكان بدون شنب لأول مرة يحلق شنب شذر من السنة، من الأشياء اللي كان هو ما يقدر يضحيها الشنب ماله، فكان في أشياء كثيرة تخلي المخرجين يبتعدون عنه، يا أخي حلق شنبك، لا ما أحلق شنبي، زين أرقص، لا أنا ما أرقص، ما أعرف أرقص عدل ولا أحاول أرقص، لو رقصت ناس تضحك علي، الحوار لازم تعطوني حوار كذي دراماتيكي، لازم يكون عنده حوار، تعرفون أسلوب شذر من السنة يقول خاموش، وطبعا بنت سوناكشي السنة مثل ما تعرفون هو دعمها بشكل كبير.
وافضل فيلم لسوناكشي سنة عن شادرنج السنة هو فيلمي انا بعد هو مفضل اسمه لوتيرا. هو الفيلم الوحيد اللي انا اشوفه افضل فيلم وافضل دور مثلته سوناكشي السنة فيلم لوتيرا. آپ ایسی بات مجھ سے کر رہے ہیں تھوڑا تعجب ہو رہا ہے. نہیں سر اور پوری کی پوری خاموش.